مرة أخرى بأجمل وأرق التحايا على أرضية هذا الميدان، انطلاقة جديدة، انطلاقة الشوط التاسع الخاص بالبكار المحليات. 4 كيلومترات هي المسافة التي تحتضن هذه الأسماء التي تبسط ذراعيها داخل عاصمة الميادين على ميدان الوثب لنتابع هذا التجمع الخليجي الجميل بين الأشقاء والمنافسة الشريفة من أجل احتلال المراكز الأولى، من أجل النواميس، من أجل المنافسة، من أجل تدوين الأسماء في ذاكرة التاريخ. أتابع مقدمة الشوط، البداية مع الأصداء، صدى مشاهدين الكرام تحتل المركز الأول، محمد بن سعيد الرميثي يقدم صدى في هذا الميدان الذي له صدى غني عن التعريف بمنافساته وبتنظيمه وبالمتابعات السامية والدعم المستمر. صدى تحتل المركز الأول، محمد بن سعيد الرميثي المركز الثاني. ثانيا مشاهدينا الكرام، من احتلت المركز الثاني؟ المنافسة بدأت مشاهدينا الكرام، القوة حتى الصدى، صدى ما زالت مع المركز الأول، ولكن الأصداء والآراء القادمة من الشعارات. المركز الثاني تحتل المركز الثاني، سمحة مع المركز الثاني، حمود بن علي الوهيبي. المركز الثالث حمد بالصعصعي العامري يقدم الشاهينية. المركز الرابع الشاهينية ايضا، الصديق عبد الله السوداني يقدم لنا الشاهينية. الله، الخط واضح يا ولد الناس عند الصديق بن عبد الله السوداني. المركز الخامس، المركز الخامس وصل شعار بالضعيف في هذه اللحظات مع جبارة راشد بن حمد بالضعيف بن غدير يقدم جبارة. المركز الرابع، المركز الرابع الطيارة عبد الله بن عيد المنصوري وصل مشاهدينا الكرام ويقدم الطيارة. المركز السادس الشاهينية فيصل بن طالب بن شريم. المركز السابع بهذه اللحظات من تحتل المركز السابع اللي تتدخل في عمق الميدان، شواهين علي بن حمود الظاهري. المركز الثامن مشاهدينا الكرام شعار عامر بن حمد بن عفصان المنصوري مع النصيبة. المركز التاسع، المركز التاسع العبارة ملك راشد بن بخيت بن مقارح المري. المركز العاشر، المركز العاشر تحتل المركز العاشر من تحمل الرقم 22 باللباس الأسود والأبيض تتدخل وهي غير مدونة، إذا هي مجهولة، والعاشر تنتقل من نصيب الغشمرية. مع المركز العاشر مشاهدينا الكرام عودة بن سالم العطوي، عزوز يتابع أيضا في عملية التضمير. هذه النتيجة. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، من تحمل الرقم 1 فيصل بن طالب بن شريق من لخبط الأمور، والله دائما يبعثر الأوراق. احتل المركز الأول، احتل الصدارة. الكيلو، الكيلو الأخير، والله يا هذا الكيلو اشتاق، اشتاق لهذا الشعار، واشتاق لمضمر القرن، اشتاق لفيصل بن طالب بن شريم مع المركز الأول. الله يا سلام، اسمع صوت الجهاز، اسمع صوت الجهاز. الله الله الله، المركز الثاني، العبارة مع المركز الثاني، تعود ملكيتها راشد بن بخيت بن مقارح مع المركز الثاني. المركز الثالث نصيبه عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. رابعا جبار راشد بن حمد بالضعي بن غدير، شواهين ملك علي بن حمود الظاري تحتل المركز الخامس. السادس اللي تحمل الرقم 2 باللباس الاسرق والابيض وليست مدونه، ولكن اعود
سعود. الله يا فيصل، يا بن طالب، يا بن شريف، بدا يتذكر الماضي، بدا يتذكر الماضي، وذكريات لا تنسى، لا تنسى لهذا المضمر، مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريف. الله الله الله، مع المركز الاول روح فلله درك، ذكرتني بالماضي بشواهين، ذكرتني بمزون فتذكرتك وانا لا انساك. فيصل بن طالب بن شريف، تهانينا على فوز الشاينية في المركز الاول. المركز الثاني، احتلت المركز الثاني الحفارة ملك راشد بن بخيت بن مقارح المري. المركز الثالث وصلت فيه انصيبة ملك عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز الرابع من تحمل رقم 2 وهي غير مسجلة لدينا، تحمل وتلبس اللباس الأزرق بالنجوم البيضاء. المركز الخامس وصلت في شواهين علي بن حمودة الظاهري. الخمس المراكز الأولى لدينا وخمسة لدى الزملاء عند خط النهاية. 6 دقائق 17 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم على فوز الشاهينية في المركز الأول. هكذا مشاهدينا.